السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعي ومشاهدي قناة معلومة للمزارع. قبل أن نبدأ موضوع اليوم، أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك للفيديو لتعم الفائدة للجميع، جزاكم الله كل خير. كثير من الأخوة المربين يسأل عن سبب تأخر إحناء أو شياع الأغنام. طبعا هناك ثلاث أسباب رئيسية لتأخر شياع الأغنام عند بعض المربين، وأول هذه الأسباب هو إصابة الأغنام بالطفيليات الخارجية أو الداخلية. والطفيليات الخارجية هي القراد والغمل وعث الجرب، أما الداخلية فهي الديدان الكبدية والرئوية والمعوية وطفيليات الدم. فالطفيليات الخارجية تتغذى على دم الحيوان فتسبب له حكة شديدة ومضايقة للحيوان وفقد في الوزن، فنجد أن هذه الحيوانات لا تستفيد من العلف أو المرعى ونجد حالتها سيئة جدا. أما الطفيليات الداخلية فتسبب أنيميا وهزال وغيرها من المشاكل للحيوان المصاب، لذلك يجب على المربي أن يقوم بشكل دوري بتفقد أغنامه لاكتشاف أي حالات إصابة بالطفيليات الخارجية ومعالجة المشكلة من بدايتها، وذلك عن طريق استخدام المحاليل الخاصة بالطفيليات الخارجية كالسايبرمثرين والديازينون وتسريب الأغنام بها، أو حقن الأغنام بالإيفرمكتين السوبر لمكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية معا، وتكرار الجرعة بعد 15 يوما من الجرعة الأولى. وهناك ملاحظة مهمة، إنه لا يفضل حقن الأغنام بالإيفرمكتين السوبر في بداية الأشهر الأولى من الحمل، واستخدام مركبات أخرى كالرافكسانيد أو الكلوزانتيل في هذه المرحلة عند اكتشاف أي إصابة بالطفيليات الداخلية. أما السبب الثاني هو نقص بعض الفيتامينات والأملاح التي تزيد من خصوبة الأغنام في موسم التناسل، خاصة إذا كانت هذه الأعلاف المقدمة أو المراعي فقيرة بهذه العناصر الضرورية للأخصاب، حيث أن نقص هذه العناصر يؤثر بشكل سلبي على الأغنام فيتأخر الشياع أو يسبب لها مشاكل إجهاض في الأشهر الأخيرة من الحمل. فيجب تقديم الفيتامينات أو الأملاح للأغنام مع العلف أو مياه الشرب، وخاصة فيتامين ها سيلينيوم. أما السبب الثالث هو وجود مشاكل في الجهاز التناسلي أو التنفسي عند الأغنام نتيجة إصابة بكتيرية أو رشحة تنفسية نتيجة اختلاف درجات الحرارة بين الليل والنهار، أو شرب الأغنام للماء في الليل والصباح الباكر، فيؤدي ذلك إلى حدوث مشاكل تنفسية، فنجد أن بعض الأغنام تفتح فمها ولا تستطيع التنفس، فكل هذه المشاكل تؤدي إلى تأخر في الشياع. فيجب منع الأغنام وخاصة خلال موسم التناسل من شرب الماء ليلا وفي الصباح الباكر، وحقن الأغنام بالأوكسي تتراسايكلين طويل الأمد لتنظيف الجهاز التناسلي والتنفسي من أي بكتيريا تؤخر حدوث الشياع في الأغنام. وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.